السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. وداع حزين للطفلة ديان ووالدها في مارب. الميليشيا الحوثية تواصل هجماتها الإرهابية ضد المدنيين. قوات الجيش والمقاومة تكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة الخنجر بالجوف والصفراء بصعدة. جرحى تعز ضحايا الحرب الحوثية الانقلابية وشكاوى من استمرار الإهمال الحكومي. ودعت مسيرة جماهيرية كبيرة الطفلة ليان ووالدها اللذان احترقا نتيجة القصف الحوثي الإرهابي على محطة للوقود مطلع الأسبوع الجاري. ورفع المشاركون الذين تقدمهم الأطفال والنساء رفعوا خلال المسيرة صور ليان وشعارات تندد بجرائم الميليشيا بحق المدنيين. الوداع الأخير والرحيل المؤلم لطفلة لم تبلغ الرابعة من عمرها. أطفال مأرب يودعون الطفلة ليان بمسيرة جماهيرية، حيث رفع الأطفال صورة شهيدة ليان وعبارات تخاطب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بوقف الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحقهم وبحق المدنيين. هذه أكبر رسالة للمجتمع الدولي ليشاهد جرائم الحوثي والرفض الشعبي، وهذه الرسالة هي أكبر رسالة الجمهور. هذا مشي عثمان الشهيدة ليان طاهر فرج وأبوها ووالدها طاهر فرج الذي استهدفهم صاروخ بالستي من قبل ميليشيات الكهنوث، ميليشيات الإرهاب التي تقوم باستهداف المدنيين بمدينة مأرب المكتظة. أكثر من 2 مليون مدنيين بداخل محافظة مأرب. المسيرة التي انطلقت من أمام هيئة مستشفى مأرب حاملة جثمان الشهيدة ليان طاهر ووالدها، أدان الحاضرون فيها الممارسات الإجرامية بحق الطفولة من قبل الميليشيا، مطالبين المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التحرك العاجل لحماية المدنيين في مأرب وإيقاف هجمات الميليشيا على المدينة التي تكتظ بأكثر من 1.5 مليون نازح. ندين هذه الواقعة ونعتبرها جريمة حرب مكتملة الأركان، ونحذر من تبعات الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق السكان المدنيين في مأرب والنساء والأطفال على وجه الخصوص. نطالب الأمم المتحدة من خلال هذا وعبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، ونحيط مجلس الأمن عبر هذا البيان إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في مأرب وإيقاف الهجمات الصاروخية العشوائية وقصف الطائرات المسيرة على المدينة ومخيمات النزوح. ودع الأطفال الطفلة ليان طاهر إلى مثواها الأخير، وهم يطالبون أن تكون هذه آخر جريمة بحق الطفولة، وأن يتم الضغط على الميليشيا الحوثية حتى تتوقف انتهاكاتها بحق المدنيين. رسالة إليهم أنهم يوقفون مع الطفلة ليان ويساندوا الشعب اليمني، ويقول لهم وقول الحوثة لن تنالوا منا. ليست ليان أول طفلة استهدفتها الميليشيا الحوثية، ولن تكون الأخيرة إذا لم يكن للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ورعاة المشاورات والحوارات وقفة فعلية وجادة لإيقاف نزيف دم المدنيين. خليل المليكي، سهيل، مأرب. جددت ميليشيا الحوثية الإرهابية قصفها للأحياء السكنية في مدينة مأرب مساء اليوم الخميس بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة. وقالت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثية الإرهابية الإيرانية قصفت الأحياء السكنية بثلاثة صواريخ وطائرة مسيرة، وسمع دوي انفجارات هائلة متتالية في الأحياء السكنية عقب سقوط صواريخ ميليشيا الحوثي الإرهابية. وقالت مصادر طبية بأن القصف أسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم امرأة. يأتي هذا عقب تشييع جثة الطفلة ليان ووالدها
اللذان تفحمت جثتهما جراء القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف محطة الوقود مطلع الأسبوع الجاي. إلى ذلك ندد المشاركون في التشييع والمسيرة الاحتجاجية في محافظة مارب بالإرهاب الحوثي بحق سكان المحافظة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الجرائم الإرهابية بحق سكان المحافظة. احرقوها بحضن أبوها واحرقوهم جمعة، الله يحرق قلوبهم، الله يعدلهم حياة الدنيا، الله يعدل بزوالهم، الله يحرق قلوبهم، احرقوا قلوبنا الله يحرق قلوبهم، الله يعدل بزوالهم، الله يعدمهم، الله يحرق قلوبهم، احرقوا قلوبنا الله يحرق قلوبهم، اعدمونا جهالنا الله يعدمهم حياة الدنيا، احرقوا قلوبنا، قتلوا الناس بوقه ما هو علامه. جماعة الحوثي جماعة إرهابية لا تمت إلى الدين ولا إلى العرف ولا إلى القيم الإسلامية بأي سلاح. جماعة تعدت حدودها، قتلت الصغير والكبير، شردت الأمة، إنها جماعة تصنف إرهابية ويجب أن تصنف إرهابية. اليوم نشيع هذه الطفلة البريئة التي تعرضت لمحرقة من محارق الميليشيات الحوثية التي طالت الشعب اليمني وطالت المجتمع المأربي والساكنين على هذه الجغرافيا. حقيقة لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة، نعلم أن الميليشيات مستمرة في قصف الأحياء السكنية والأهل بالسكان، وما الطفلة ليان إلا نموذج من النماذج التي تكررت وتعرضت لمثل هذه الانتهاكات الحقوقية للأطفال والطفولة وللنساء ولكرامة المجتمع. اليوم في هذه المسيرة للتشييع الطفلة ليان البالغة من العمر 3 سنوات التي قضت نحبها في استهداف صاروخي يعتقد أنه بارسي بحسب خبراء عسكريين عقبه قصف بطائرة مسيرة في 5 يونيو حزيران على حي الروضة شمال مدينة مارب، قام بها الجماعة الحوثية المسلحة، وهذه لن تكون الأخيرة إذا لم يتحرك العالم ويتحرك مجلس الأمن على وجه التحديد الذي هذه المسيرة تستصرخه وتناديه أن يعمل حدا ووقفا لمثل هذه الهجمات الصاروخية المتكررة على المدنيين والسكان المدنيين بمحافظة مارب من النازحين والسكان المحليين. إننا كمراقبين حقوقيين نعتبر هذه جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب. طبعا ندين ونستنكر ما يقوم به الحوثي من قصف للأطفال هنا في هذه المحافظة في محافظة مأرب. نقول له ما تقوم به لا يرتبط للإنسانية ولا للأخلاق ولا للدين. ما ذنب الأطفال الذين يلعبون؟ ما ذنب الأطفال الذين لا يدركون ما معنى هذه الحرب؟ هذا وشارك أطفال مدينة مارب في تشييع جثمان الطفلة ليان وجثمان والدها. وخلال التشييع ردد الأطفال هتافات تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للإرهاب الحوثي الذي جعل من الطفولة والبراءة هدفا لصواريخه البالستية. يشيع الأطفال في مدينة مارب الوجع الكبير، جثمان الشهيدة ليال طاهر وجثمان والدها بعد أن استهدفتهم صواريخ الميليشيات الحوثية الإرهابية وأحرقت الطفلة وارتكبت المجزرة الدامية. الأطفال في مدينة مأرب يرفعون أصواتهم عاليا لعل المنظمات الحقوقية ولعل منظمات الأمم المتحدة أن تسمع هؤلاء الأطفال الذين أحرقتهم الصواريخ الحوثية. بقلوب موجوعة يهتف هؤلاء الأطفال للوطن ويرفعون أصواتهم عاليا لتسمع أصواتهم منظمات المجتمع الدولي. يتساءل الأطفال في اللوحات المكتوبة باللغة العربية واللغة الإنجليزية إن كان للمجتمع الدولي ضمير أن يسمع أصواتهم بأن حياتهم في خطر، طفولتهم في خطر، تهددها الصواريخ البالستية الحوثية الإرهابية الإيرانية في طريقهم إلى المقبرة لتشييع جثمان الشهيدة ليال طاهر وجثمان والدها. والتقت كاميرا سهيل بعدد من الأطفال الذين شاركوا في تشييع جثمان الطفلة الشهيدة ليال وجثمان والدها،
حيث بعث الأطفال رسائل للمجتمع الدولي باللغتين العربية والإنجليزية التي عبروا فيها عن الحزن الكبير من الجريمة الحوثية البشعة الدامية بحق ليال وبقية أطفال المدينة. Last March I lost my friend Muhammad because of a Houthi missile strike. While we were playing football in the neighborhood, we can't play anymore. في مارس الماضي فقدت صديقي محمد ونحن نلعب كرة القدم في الحي بسبب صاروخ حوثي فلم نعد نستطيع الآن اللعب بالكرة. حوثي برد ليان، الحوثي أحرق ليان. مصير ليان سيتكرر مع الكثير أطفال اليمنيين إذا لم يتوقف الإرهاب الحوثي. ليان الشهيدة، كنت طفلة بعمر الزهور المخادع، أبتسم دائما للحياة رغم استنكارها لي وبؤوسها الذي يعتبر حلم طفولتي حلم الذي لا أراه سوى منذ ولدت حلم بسيط لم أكن هنا لكنت أستطيع أن أطلق عليه اسما آخر لا يندرج تحت مسمى الحلم. مثلا كنت سأقول عنه شيئا من حقوق حلمي المسلوب هو أن أكبر. نعم أنا أكبر فقط دون ما أسبب موت الأحزان لمن هم حولي وأن تنتشر صورتي هكذا والكل يفطر قلبه عند رؤيتها قبل أن ينهال الصاروخ فوق رأسي. كنت ألعب مع الحياة لعبة جميلة أختفي أنا وتبحث عني هي في كل مكان ولن أخرج لها قبل أن تقدم لي الهدايا وتبتسم قليلا لهذه اللعبة وارثها عني كل أطفال الحي فجميعنا نلعب. فأجاءتني بصاروخ ليبحث عني ويخرجني هدية مغلفة بكفن أبيض انقلبت الأدوار وغلفت أنا وقدمت نفسي هدية لليوم وبت اليوم أحتضن والدي الذي لطالما أحتضنته في الحياة وأصر الأقدار أن يرافقني حتى الممات. فوالدي أيضا كان له نصيب من الصاروخ وأنا الآن برفقته نصعد للجنة سوية ونبتعد عن جحيم الحياة. لابد أنا ليان الشهيدة وقلبي الأبيض لا يشبه جثتي المحترقة. عمري 4 سنوات وصاروخ وأنتم لدى شميل. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل خليل المليكي مراسلنا في مارب. خليل مرحبا بك، بداية ما آخر التفاصيل لديك عن الهجوم الصاروخي الإرهابي الحوثي على مارب؟ مرحبا بكم أخي العزيز. الميليشيا الحوثية تواصل قصف مدينة مأرب وقصف الأحياء السكنية. اليوم كان هناك المئات يشيعون الطفلة ليان ووالدها التي استشهدت بقصف الميليشيا الحوثية على محطة للوقود وراح ضحيتها أكثر من 21 مدنيا بينهم الطفلة ليان ووالدها. الميليشيا الحوثية لم تكتفي بهذه الجريمة والجرائم السابقة بل عاودت اليوم بعد صلاة المغرب بقصف مدينة مأرب 4 صواريخ بالستية متتالية. هذه الصواريخ البالستية استهدفت أحياء سكنية أفزعت الناس وأفزعت الآمنين. حتى اللحظة هناك 3 شهداء بينهم امرأة وكذلك أكثر من 9 جرحى حسب مصادر طبية بمكتب الصحة هنا بمدينة مأرب. تشييع جثامين الطفلة ليان ووالدها، كيف كانت أجواء التشييع وما هي أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون؟ اليوم المتظاهرون ومن حضروا تشييع الطفلة ليان ووالدها كان لديهم مطالب كثيرة. المطالب هو أن توقف جرائم الميليشيا الحوثية ضد المدنيين، أن يتحرك المجتمع الدولي تحرك فعلي وأن يوقف هذه الجرائم. الأطفال رفعوا شعارات تندد بصمت المنظمات الدولية وكذلك تندد بالهجمات المتتالية والمتكررة على مدينة مأرب وعلى الأحياء السكنية من قبل هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية. الأطفال كانوا موجودين وبكثافة والحزن عليهم وعلى وجوههم نتيجة الاستهداف المتكرر ونتيجة الخوف الذي يفزعهم بقصف الميليشيا الحوثية على الأحياء السكنية في مدينة مأرب. طالبوا مندوب أو مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث بالتدخل ومخاطبة الميليشيا الحوثية ووقف هذا الهجوم العبثي على مدينة مأرب. أرسلوا رسالات للمجتمع الدولي بأن أطفال اليمن يحق لهم أن يعيشوا كأطفال العالم، يحق لهم أن يعيشوا بسلام، أن يعيشوا بأمان بعيدا عن قصف الميليشيا الحوثية، بعيدا عن صواريخ الميليشيا الحوثية. ناشدوا العالم وناشدوا إنسانية العالم بأن يضغطوا على هذه الميليشيا الحوثية الإجرامية التي تواصل استهداف المدنيين في مدينة مأرب وغيرها من المدن اليمنية. الأطفال كان لهم حضور كبير في هذه المسيرة. خليل المليكي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وكان العشرات من الأطفال قد نفذوا مساء أمس الأربعاء وقفة تضامنية
بالشموع أمام منزل الطفلة ليان طاهر وفي مدينة مارب للتنديد بالجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثية الإرهابية في حق المدنيين في مدينة مارب، ونحى ضحيتها 21 مدنيا بينهم الطفلة ليان. ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة الشموع وصورا للطفلة ليان قبل وفاتها وصورا أخرى لجثتها المتفحمة في هذه المحرقة المروعة، بالإضافة إلى صور لأطفال قتلوا بصواريخ وقذائف ميليشيا الحوثي التي استهدفت مدينة مارب خلال الفترة الماضية. كما رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات نددت بهذه الجريمة الإرهابية، وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب أطفال مارب ومحاسبة قيادات ميليشيا الحوثي على جرائمها المستمرة بحق المدنيين. وعبر الأطفال خلال وقفتهم عن مخاوفهم من أن تطالهم المزيد من صواريخ ميليشيا الحوثي وطائراتها المفخخة التي تطلقها باستمرار باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مارب. ودعا الأطفال المحتجون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات المعنية بالطفولة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل لوضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية المستمرة بحقهم وضمان محاكمة كل من تلطخت أيديهم بدماء أطفال اليمن وعدم إفلاتهم من العقاب. التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بوكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح ومدير شرطة المحافظة العقيد يحيى حميد لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان ونزلاء السجون وجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين خلال الفترة الماضية. وخلال اللقاء جدد الوكيل التزام السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في مارب بحماية حقوق الإنسان والالتزام بالدستور والقانون أثناء تطبيق النظام والقانون ورعاية المصالح العامة والخاصة وتحقيق العدالة. وأكد الوكيل مفتاح استعداد السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون مع فريق اللجنة وتسهيل مهامه وتحقيق أهداف زيارته إلى المحافظة والأخذ بكافة التوصيات المتعلقة بالوضع الحقوقي وتقييم أداء الأجهزة الأمنية في المحافظة خلال الفترة الماضية. وقدم الدكتور مفتاح نبذة موجزة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الانقلابية بحق المدنيين في المحافظة بشكل متواصل، والتي كان آخرها استهداف محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مارب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة أسفر عنهما استشهاد 21 مدنيا بينهم طفلان. تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف من إفشال عدد من الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثية الإرهابية على الجبهة وكبدت القوات في الجبهة. وكبدت القوات المرابطة هناك ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العدة والعتاد وأجبرتها على التراجع. بعد فشلها الذريع في تحقيق انتصارات في جبهة مأرب وفي الجبهة الشرقية لمحافظة الجوف، حاولت ميليشيات الحوثي الانقلابية أن تنقل المعركة إلى هنا بالتحديد في جبهة الخنجر في الجبال الغربية لمعسكر الخنجر. هذه الميليشيات الحوثية وعبر هجماتها المتكررة تحاول أن تصنع نصرا تستعيد به معنويات أبطالها التي باتت تتهاوى يوما بعد آخر نتيجة للضربات الموجعة التي تتلقاها على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات. هنا في جبهة الخنجر نتحدث مع قائد هذه الجبهة العقيد فيصل المروسي، يحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه المعركة. سيادة العقيد، ما الذي حققته الميليشيات الحوثية في هذه الجبهة؟ حققت حصادا كبيرا لقيادتها الأولى، وذلك ما تناولته وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، فقد ذهبت أبرز القيادات التي كانت تقود هذه المعارك باتجاه معسكر الخنجر وقد باءت بالفشل، والإعلام نقل هذه يعني النتائج التي حصلتها ميليشيات الحوثي من هجوماتها المتكررة على جبهة الخنجر. سيادة العقيد، تلتفت الأنظار بعد هزيمة الميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة وجبهات مأرب والجوف المختلفة إلى جبهة الخنجر، كيف تصف لنا معنويات أبطال الجيش الوطني؟ والله أن معنويات أبطال الجيش الوطني تعانق السماء وتناطح السحب. نحن هنا في معسكر الخنجر، أبطالنا معنوياتهم عالية، منتسبي المحور الشمالي ومنتسبي اللواء الأول يشاركون بكل شجاعة وبكل بسالة وبكل بطولة لصد هذه الميليشيات التي قضت على كل جميل وقضت على كل شيء، يعني على كل ما هو طيب في هذا البلد،
واليوم تريد أن تحقق انتصارات وهمية، وبعد فشلها في مارب وفي جبهة الكسارة وغيرها أرادت أن تلجأ إلى معسكر الخنجر، إلا أننا نخاطبها من هذا المكان ونقول لها بأنها لن تجد إلا الموت المحقق وأكبر رسالة ما حصلت عليه قيادتها في الأيام السابقة. ما هي رسالتكم لذوي المقررين من الأطفال والشباب الذين تزج بهم الميليشيات إلى هذه المعارك الخاسرة؟ نناشد أولياء الشباب والأطفال ألا يزجوا بأبنائهم إلى هذه المعارك الخاسرة، فالشعاب مليئة بالأطفال ونحن لا نريد لأبنائنا وأبناء الشعب اليمني أن يزج بهم في هذه المعارك الوهمية التي يريد فيها أبناء إيران أن يحققوا انتصارات على حساب أبناء الشعب اليمني الكريم، ومحال أن يحقق لهم هدف في هذا البلد الكريم. إذن كما سمعنا ها هم أبطال الجيش الوطني يسقون ميليشيات الحوثي الانقلابية من ذات الكأس التي شربت منه في جبهة الكسارة وفي جبهة الجدافر وغيرها من الجبهات المختلفة الممتدة في نطاق الجمهورية اليمنية. ها هم الأبطال اليوم يقفون فوق رؤوس الجبال لاستعادة الجمهورية والإطاحة بالإمامة التي حاولت أن تعيد الحكم الإمامي إلى الجمهورية اليمنية. من جبهة الخنجر صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجوف. نجحت صفقة تبادل للأسرى بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثية الإرهابية في الإفراج عن 16 أسيرا من الطرفين. وقال مسؤول ملف الأسرى بالمنطقة العسكرية السادسة العقيد يحيى الحاسر قال إن صفقة التبادل التي تمت اليوم شرق الجوف تم الإفراج فيها عن 8 من جنود الجيش الوطني مقابل 8 من عناصر ميليشيا الإرهاب الحوثية. وأضاف الحاسر إن هذه الصفقة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها لجنة الأسرى في المنطقة العسكرية السادسة من أجل الوصول إلى تحرير جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الميليشيا. بعون الله تعالى تم الإفراج يومنا هذا 8 من أبطال الجيش الوطني من أفراد وضباط الجيش الوطني بتاريخ 10/9/2021، وإن شاء الله إننا سنظل مستمرون في هذا الملف الإنساني حتى إخراج جميع الأسرى والمعتقلين من سجون الميليشيات الإنقلابية. سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثية الإنقلابية اليوم الخميس بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الصفراء شمال محافظة صعدة. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن وحدات من قوات الجيش نفذت عملية تمشيط وتأمين للمواقع الأمامية في جبال الغرابة والجربة بجبهة الصفراء بعد رصد استحداث مواقع ومحاولات تسلل قامت بها مجاميع حوثية خلال الأيام والساعات الماضية. وأضاف بأن العملية نتج عنها مصرع وجرح العديد من عناصر الميليشيا، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة وذخائر خلفتها عناصر الميليشيا، مؤكدا على المعنويات المرتفعة والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش في الجبهة. تشنت اللجنة التنفيذية للتعبئة والإسناد بمحافظة صعدة حفل تدشين التعبئة والإسناد بحفل خطابي في مدينة مارب. وفي فعالية التدشين أكد المتحدثون على أن أبناء صعدة كانوا السباقين لمواجهة الحوثي ولا يزالون مستمرين في إسناد الجيش الوطني حتى استكمال معركة تحرير الوطن واستعادة الدولة. وهنا قاماتنا لن تنحني، قامة منها بعز اليمني. استجابة لدعوة النفير العام والتعبئة والإسناد، دشنت السلطة المحلية بمحافظة صعدة حملة التعبئة الإسناد ودعم أبطال الجيش الوطني ورفض الجبهات والإسهام الفاعل في معركة الدفاع عن الجمهورية والحرية والكرامة، وصولا إلى استكمال تحرير واستعادة كامل مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي الانقلابية. هذا التدشين هو تلبية لدعوة الشيخ سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مارب، وإن شاء الله عز وجل أننا جميعا سنكون عند حسن ظنهم، وأبناء صعدة لن يتأخروا أبدا، فهم أهل سبق في مواجهة الحوثي سواء فكريا أو عسكريا، وسينطلق الناس بإذن الله عز وجل ليواصلوا ما بدأوه من كفاح ضد هذه الميليشيات الإرهابية المارقة التي عاثت في الأرض الفساد وشردت أبناء اليمن وهتكت أعراضهم ونهبت أموالهم وانقلبت على الدولة وعاثت في هذه البلاد الفساد.
وفي حفل التدشين ألقيت كلمات أكدت على أن المرحلة الراهنة تستدعي النفير العام ورفض الجبهات ودعم أبطال الجيش بكل ما يمكن، وذلك لإنجاز النصر واجتثاث ميليشيا الإرهاب الحوثية واستعادة كامل مؤسسات الدولة. وقد دعا المتحدثون أبناء محافظة صعدة إلى النفير والوقوف صفا واحدا في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية. نحن على استعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن وطننا وشعبنا. ومن خلال فعالية التدشين يؤكد أبناء محافظة صعدة تلبيتهم لدعوة التعبئة والنفير العام واستعدادهم للمشاركة في معركة اليمن المقدسة دفاعا عن الجمهورية، معلنين التفافهم خلف القيادة السياسية وقيادة الجيش الوطني في المعركة المصيرية ضد ميليشيا الكهنوت الحوثية حتى تحقيق النصر وتحرير اليمن. عدنان غيلان، سهيل. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في قصر إغمونت مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، بحث الجهود الدولية الرامية لدعم عملية السلام في اليمن. واستعرض بمبارك مع ويلمس مستجدات عملية السلام في اليمن، مشيرا إلى أنه مع توقيع اتفاق ستوكهولم قدمت الحكومة العديد من التنازلات انطلاقا من موقع المسؤولية. وفي المقابل استمر الحوثيون في التصعيد ابتداء من عسكرة مدينة الحديدة مرورا بالهجوم الإرهابي على حكومة الكفاءات حال وصولها لمطار عدن، وانتهاء بالتصعيد العسكري المستمر للحوثيين في مارب والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين من النساء والأطفال وفاقم من الكارثة الإنسانية وخاصة على النازحين. وأوضح بمبارك أن الميليشيا الحوثية تصر على صناعة أكبر أزمة إنسانية من خلال مواصلة عدوانها على محافظة مارب والتي تعكس نموذجا مزدهرا لليمن الجمهوري الموحد، مشيرا إلى أن محافظة مارب استقبلت أكثر من 2 مليون نازح، محذرا بأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يفاقم من خطورة الوضع الإنساني وخاصة على النازحين ويهدد بموجات نزوح جديدة. وتطرق بن مبارك إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من ابتزاز للمجتمع الدولي عن طريق اختلاقها للأزمات الإنسانية وزيادة معاناة المواطنين وافتعال العراقيل أمام المنظمات الدولية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكذا رفضهم لكافة الدعوات لمعالجة مشكلة خزان صافر النفطي، وهو ما قد يتسبب في حدوث أكبر كارثة بيئية لن تؤثر على السواحل اليمنية فقط ولكن على كافة دول الإقليم. فيما عبرت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية عن دعم بلادها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، مشددة على أهمية الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار للتخفيف من الكارثة الإنسانية في اليمن. وعبرت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية عن دعمها للحكومة اليمنية واستعداد مملكة بلجيكا لتقديم كافة أوجه المساعدة التي تمكن الحكومة من استعادة الاستقرار وتفعيل المؤسسات وإيصال الخدمات للمواطنين، مؤكدة موقف بلادها الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن. كما التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي سيمون موردور. وأوضح بن مبارك بأن العائق الحقيقي أمام التوصل للسلام هو عدم جدية الميليشيا الحوثية في تحقيق أي تقدم إيجابي، وهو ما يظهر ارتهان هذه الميليشيا للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة. وأكد بن مبارك أن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في اليمن هو استمرار الميليشيا الحوثية بالتصعيد العسكري ورفضها لكافة المبادرات التي طرحت لوقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء وتحويل إيرادات المشتقات النفطية لسداد رواتب الموظفين بدلا من توظيف هذه العائدات في مجهودها الحربي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثية لإجبارها على التوقف عن استخدام العنف واستهداف المدنيين. فيما تطرق كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم عملية السلام، مجددا تعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار تقديم الدعم لليمن في مجال دعم العملية السياسية وكذا الاستجابة الإنسانية ودعم المشاريع التنموية، مؤكدا موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن. دان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للإصلاح ما أقدم عليه ممثل حركة حماس في صنعاء من تكريم لجماعة الحوثية الإجرامية،
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تنزف فيه دماء اليمنيين وتتفحم جثث أطفالهم بسبب صواريخ الحوثي البالستية وطائراته المسيرة المفخخة في مارب وتعز والحديدة والضالع، مما يعد استفزازا لليمنيين الذين يواجهون الصلف الحوثي السلالي، كما يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق الصلف الصهيوني الغاشم. وعبر المصدر عن استغرابه أن يصدر هذا التصرف من حركة مقاومة للاحتلال الصهيوني الذي احتل الأرض الفلسطينية وشرد أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم بدم بارد، وقال إنه ذات السلوك الذي تقوم عليه جماعة الحوثي الذي تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني، وأكد أنه كان الأحرى بحماس أن تحترم حق الشعب اليمني في مقاومة الإجرام الحوثي وأن تنأى بنفسها عن الوقوع في هذا الفعل المشين، لا سيما وهي تقاوم الظلم والإجرام، ولا يصح أن تقبل على اليمنيين ما ترفضه للشعب الفلسطيني. وأكد المصدر دعم الإصلاح وكافة أبناء الشعب اليمني لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس، وستظل قضية فلسطين هي قضية مركزية كما هي قضية الشعب اليمني والعالمين العربي والإسلامي. أكثر من 20,000 جريح من المدنيين والعسكريين قدمتهم تعز خلال سنوات الحرب والحصار عليها، ولا يزال المئات من هؤلاء الجرحى يعانون جراء استمرار الحصار والحرب الحوثية على المدينة والإهمال الحكومي لملف الجرحى، وهو ما أجبر اللجنة الطبية على تقديم استقالتها احتجاجا على هذا الإهمال. اللجنة الطبية العسكرية بتعز وبمؤتمر صحفي تعلن استقالتها بعد عجزها عن القيام بواجبها تجاه الجرحى الذين أسست من أجلهم، واتهمت السلطة المحلية والحكومة بالتخلي عمن قدم التضحيات من أجل الدفاع عن شرعيتهم في وجه الانقلابيين. اللجنة ظلت باستمرار تتابع الإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بمليار ريال يمني والتي ما تزال لدى وزارة المالية إلى الآن، لكن كل تلك المطالبات والمناشدات لم تجد أي تفاعل واهتمام من جانب الحكومة والجهات المسؤولة. وفي ظل استمرار هذا الخذلان المتعمد، فإن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها اللجنة لم تعد مجدية، والتطبيب الذاتي الذي اضطرت له تعز لم يعد كافيا بإنهاء الوجع، وهو ما يفعل على اللجنة الطبية العسكرية الاعتذار عن مواصلة مهامها ولا مجال غير ذلك في ظل هذا الخذلان. ولذلك فإن اللجنة الطبية العسكرية للجرحى تعز تعلن استقالتها عن مواصلة مهامها. مئات الجرحى لا زالوا يتلقون العلاج بالداخل والخارج، ومطلوب من اللجنة أن تعالجهم وهي بلا ميزانية ولا تمويل، فكل المبالغ التي حولت من نائب رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة امتنعت وزارة المالية بعدا عن صرفها لأسباب لا يعرفها أحد وبرفض غير مبرر، ليصل المبلغ المحجوز إلى مليار ريال. معاناة الجرحى كبيرة وفي تضارب مستمر، خصوصا أن المعارك في هذه المدينة المحاصرة ما تزال مستمرة والقصف الحوثي لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد. وهذا الواقع المأساوي جعل اللجنة في وضع محرج أمام أبناها الجرحى، لا سيما في ظل استمرار الخذلان الحكومي والجهات المسؤولة العليا وعدم صرف وزارة المالية المبلغ المليار ريال المعتمد سابقا. الجرحى ملف تعز الشائك الذي لم يحل منذ بدايات الحرب. يقولوا مسؤولو اللجنة الطبية أن الهدف من هذا الحصار أن تتعفن جراحات المقاتلين ليتخلى بقية الأفراد عن الجبهات والدفاع عن المحافظة، وهذا ما لا يمكن أن يحدث. للأسبوع الرابع على التوالي تشهد مدينة تعز احتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإقالة الفاسدين الذين ثبت تورطهم في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالب المشاركون في مسيرة اليوم الحكومة والسلطة المحلية بتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء معاناة أبناء المحافظة. تتواصل المظاهرات الشعبية في مدينة تعز المطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإقالة الفاسدين في السلطة المحلية. وفيما يبدو بطء السلطة التنفيذية في محاسبة المتورطين بالمال العام للدولة يصبح لهيب الشارع هو الواقع المستمر.
الأسبوع الرابع على التوالي ونحن في مسيرات ونحن في مظاهرات، لم يتم استجابة لأدنى المطالب، لم يتم تحويل ملفات الفاسدين إلى من أثبت عليه فسادهم ومن أثبت عليهم فساد إلى محكمة الأموال العامة، لم نرى غير التستر عليهم، لم نرى غير حمايتهم، لم نرى أي فعل جاد اتجاه المواطن التعزي. لن نرضى بتدوير الفساد، اكتشفت أوراق الفساد، ويؤسفنا أننا في بلدنا اليمن كلما ذهب فاسد جاء فاسد آخر، أي تدوير الفساد وتدوير النفايات، هذه هي المشكلة. والشعب يرضى، يأتي فاسد ثم يملأ أرصدته ويملأ بطنه ثم يصيح الناس في وجهه ثم يأتي آخر. في بيان مسيرة اليوم أكد المتظاهرون على ضرورة الاستجابة لمطالبهم التصحيحية. نجدد على مطالبنا المعلنة بإقالة الفاسدين جملة واحدة دون استثناء، كما نطالب بسرعة إحالة جميع ملفات الفساد إلى النيابة العامة والقضاء، وإنزال لجان رسمية لعمل ربط ضريبي للمكاتب الإيرادية وتوفير الخدمات العامة من كهرباء وماء وغاز ونظافة وصحة وغيرها، وضبط سعر الصرف وسفلتة الطرقات وكل الخدمات التي تعتبر حقا من حقوق المواطن الأساسية. مشهد يتكرر في تعز، يقول المتظاهرون فيه أن هناك خطوات تصعيدية في الأيام القادمة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا: نازحو الجوف يؤدون الاختبارات في مخيمات النزوح شرقي المحافظة. المنتخب الوطني للشباب يواصل معسكره التدريبي في شبوة. أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في الحفاظ على أمن محافظة المهرة ومؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة. جاء ذلك خلال ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ محافظة المهرة اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة لمناقشة أوضاع واحتياجات القطاع الأمني. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة وسير العمل في الإدارات والمصالح الأمنية والأجهزة العسكرية وأبرز الاحتياجات لرفع كفاءة وأداء المؤسسة الأمنية. وفي الاجتماع أكد محافظ محافظة المهرة استعداد السلطة المحلية لدعم الأجهزة الأمنية وتذليل الصعاب التي تواجهها وفق الإمكانيات المتاحة. وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع أكسجين بمستشفى الغيضة المركزي، ويمول بناء المبنى الخاص بالمصنع السلطة يمول بناء المصنع السلطة المحلية بالمحافظة، فيما سيتم إنشاء وتأثيث المصنع عبر وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأشار وزير الصحة إلى أن المشروع سيرى النور قريبا ليكون القطاع الصحي مستعدا وقادرا على مواجهة أي موجات من الأوبئة. تفقد وكيل محافظة الجوف المهندس عبد الله الحاشدي سير العملية الامتحانية للطلاب المتقدمين لنيل الشهادة الثانوية بمركز النور شرقي الجوف. وفي الزيارة التي رافقه فيها نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي الفقي ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خبوة الشافع صالح عسكر، اطلع الوكيل الحاشدي على الترتيبات والإجراءات التي تضمن سير العملية الامتحانية للطلاب النازحين شرق منطقة الريان. واستمع الحاشدي إلى بعض المناشدات المتعلقة بضرورة توفير فصول إضافية تتسع لأعداد الطلاب في المنطقة لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب النازحين بعد اجتياح ميليشيا الحوثي لمدينة الحزم مركز المحافظة وتشريد الآلاف من الطلاب. تم زيارة المركز الامتحاني بمدرسة النور للطلاب المتقدمين لاختبار الشهادة الثانوية العامة، وكان حضورنا إلى هذا المركز
في بداية الامتحانات في بداية الفترة، والامتحانات تسير على الوجه المطلوب. الإشكاليات الذي يواجهها الطلاب من صعوبة المكان، وكما تشاهدون في هذه الخيمة أو الشبكية، هذه نتيجة النزوح والخروج من محافظة الجوف إلى هذه الصحراء. وهذا إن كان وصولنا هنا إلى هذا المكان إنما هو دليل على اهتمام السلطة المحلية واهتمام مكتب التربية بالعملية التعليمية إلى هذا المكان. مركز الامتحان للصف الثالث ثانوي في هذا المكان وفي هذه الخيمة التي تشاهدونها نتيجة عملية النزوح، ونشكر السلطة المحلية على توفير بعض الاحتياجات الموجودة الآن تروها من كراسي وتوفير بعض الشبكيات لهؤلاء الطلاب، كما أننا نطلب من السلطة المحلية ومكتب التربية بإيجاد بعض الشبكيات لجميع المخيمات الموجودة في هذه المنطقة، حيث والطلاب يعني كثير ويحتاجوا إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، من إيجاد الفصول، أيضا توفير عدد من المدرسين، توفير بعض الكراسي، الكتاب المدرسي. الناس هنا بحاجة إلى رعاية يعني كاملة من السلطة المحلية ومكتب التربية لهذه المنطقة، حيث أغلب النازحين من محافظة الجوف يتواجدوا في هذه المنطقة. دشنت منظمة شباب بلا حدود للتنمية مركز خدمات للشباب ومركز الأسر المنتجة في محافظة تعز في إطار سعيها إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع. ويعد مركز خدمات الشباب أول حاضنة شبابية نوعية في اليمن، تعمل على توفير بيئة مواتية للشباب لممارسة حياتهم الاجتماعية والمدنية والترفيهية ضمن مساحة آمنة توفر لهم مختلف الخدمات والأنشطة الشبابية المتنوعة. لم يكن اختيار محافظة شبوة لإقامة المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني للشباب وليد الصدفة، وإنما بسبب النهضة الكبيرة التي تشهدها المحافظة في البنية التحتية الرياضية، علاوة على تمتعها بالأمن والاستقرار. المزيد في التقرير التالي. حل منتخبنا الوطني للشباب ضيفا على محافظة شبوة لإقامة معسكره التدريبي فيها، استعدادا لخوض قمار منافسة كأس العرب المزمع إقامتها في جمهورية مصر العربية أواخر الشهر الحالي. المنتخب يكثف من الحصص التدريبية على فترتين صباحية ومسائية لزيادة معدل اللياقة البدنية، فيما تم استبعاد بعض اللاعبين نظرا لضيق الوقت كما تقول إدارة المنتخب. بالنسبة للاعبين المستبعدين من القائمة الأولية اللي حضرت معنا المعسكر، تم استبعاد لاعبين أو تأخيرهم، يعني ما نقولش استبعاد، تأخيرهم للمرحلة القادمة. وحرصنا أن يكون اللاعب يعني حرصنا التركيز على اللاعبين الجاهزين من المنتخبين السابقين، منتخب الشباب ومنتخب الناشئين المشاركين في البطولة السابقة. وما فيش معنا وقت حتى أن احنا يعني نركز يعني نعمل مفاضلة بشكل أوسع، لأنه المشكلة مع احنا محصورين في حوالي 12 يوم بالنسبة للبطولة، فحبينا أن نركز على اللاعبين الجاهزين اللي نعرفهم ونعرف إمكانيتهم، وإن شاء الله اللاعبين المستبعدين إن شاء الله سنستدعيهم في المرحلة القادمة. تكثيف منتخب الشباب التدريبات تأتي قبيل أسبوع من توجيهه إلى جمهورية مصر، حيث سيلتقي في مباراته الأولى في ضمن مجموعته مع نظيره التونسي، فيما ستكون الثانية مع المنتخب السعودي والثالثة أمام منتخب سيتم تحديده لاحقا. التدريبات تمام، ماشية تمام مع الكابتن محمد والجهاز الفني والإداري، بنستعد للبطولة العربية. صح ان الفترة الاعداد قصيرة، بس بهمة الشباب والروح والمعنويات ان شاء الله بنقدم مستويات كبيرة في البطولة العربية، نرفع راسنا ونشرف بلادنا. ما تتميز به محافظة شبوة من استقرار أمني، علاوة على توفر البنية التحتية في المجال الرياضي، جعلها قبلة لمنتخباتنا الوطنية لإقامة معسكراتها التدريبية. ويأمل منتخبنا الوطني للشباب في خوض غمار المنافسة الكروية وتحقيق نتائج مشرفة تسعد كافة أبناء الوطن. حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوة. دشن فرع الوصول الإنساني في سيئون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، دشن البرنامج التأهيلي في مجال محو الأمية والذي تنفذه المساحة الآمنة للنساء،
وفي حفل التدشين أشاد الأستاذ محمد حسين الحاج وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس جهاز محو الأمية بالجمهورية، أشاد بجهود الوصول الإنساني المبذولة في برامج محو الأمية، مبديان استعداد المكتب لتقديم كافة التسهيلات كي يتمكن المشروع من أداء مهامه وأنشطته المختلفة على الوجه المطلوب. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. وداع حزين للطفلة ليان ووالدها في مارب، والميليشيا الحوثية تواصل هجماتها ضد المدنيين. قوات الجيش والمقاومة تكبد ميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في جبهة الخنجر بالجوف والصفراء. جرحى تعز ضحايا الحرب الحوثية الانقلابية وشكاوى من استمرار الإهمال الحكومي. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.